الحمد لله المقابلة كان ذو وجهين. الشوط الأولاني أنا دوميني لجو، كنا نجمو نمركيو زوز ثلاثة أهداف. الدوزيامي طون كيف كيف الفان مينوت الأولانية أنا دوميني لجو، الفرص اللي جاتنا ما مركيناهمش. على كونتر أتاك كنا نكسي أن بوت أن أن. برافو للملاعبية والعقلية اللي عندهم، يعني إلى آخر دقيقة ما سلموش، وظن اللي كنا نستحقوا باش ننتصروا، والحمد لله انتصرنا.